مرض اسم ديال المرض بالعربية مرض فيه ابريفياسيون مي لا فينيل سيتونوري. تبارك الله شفتي بها اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من مدينه مراكش. عمدنا اليوم تنتواجدوا بافتتاح المؤتمر الدولي الثاني لمرض في المغرب. التفاصيل غادي نعرفوهم مع الاستاذه فاتحه اللي غادي تعطينا اعطينا الاسم والصفه. الله يجازيك بخير. السلام عليكم. الاسم ديالي فاتحه عبد الرازق، مقيمه بالولايات المتحده الامريكيه، فائدة جمعوية بجمعية حميمصة واشنطن. عندنا شراكة مع مستشفى الأطفال للأمراض النادرة في الولايات المتحدة. عقدنا هذا المؤتمر من أجل دعم الأطفال المصابين بهذا المرض اللي احنا دينا لهم يدينا من 2020. فبالفضل الأميرة لالا جمالة هاد الوليدات اللي سمحت لنا بالتدخل ديالها، سهلت لنا لقاءات مع وزارة الصحة والإدارات المسؤولة من لا دي ام بي لا دي بي ونانا بوغ لا ريكونيسونس ديال هاد المرض. أو ميم طون بغينا لو ديبيستاج نيوناتال باش خيط مبكر، باش يكون كل طفل منذ الولادة يعرف اشنو عندو يتبع لي جين باش يكون انسان طبيعي. وهذا هو اللي بغينا نعرفو استاذه، اشنو عرفينا اشنو بهذا المرض ديال الفينيل. مرض الفينيل سيتونوري هو مرض نادر وراثي، كيتصابو فيه يعني في امريكا 1 في 10,000. بالنسبه للمغرب غيكون الرقم اكثر، لان زواج الاقارب كيأثر بيان سور، كيكثر بيان سور انتشار هذا المرض اكثر. فبعلاج سهل وبسيط اللي هو ريجيم، لان هاد الوليدات محرومين ياكلوا البروتين، ما خاصهمش ياكلوا البروتين، دونك ما ياكلوش البروتين، ولكن خاصهم واحد الاحماض الامينيه اللي كتعوض البروتين، لان البروتين مهم في جسم الانسان من اجل النمو، من اجل الذكاء، من اجل التكوين. فالا حافظنا على المخ ديال هاد الطفل منذ الولاده تيكون طبيعي ويكون مفيد في المجتمع، يكون طبيب او مهندس، ما تقدرش تعرف بان هذا الولد مصاب. في امريكا كاينين ناس مصابين كفاءات يعني ما شاء الله، هنا للاسف عندهم اعاقات كيف ما شفتوا. يمكن نتمنىكم درتوا دوره باش تشوفوا حالات الاطفال الاعاقه مختلفه على حسب نوع البيكين، لان البيكين فيه انواع. فحنا تنحاولوا نوصلوا رساله، وجبنا اطباء اليوم، درنا البارح درنا نهار علمي بوجود اطباء كفاءات مغربيه وعلى الصعيد الدولي، وتنشكرهم على الحضور ديالهم والدعم ديالهم. واليوم درنا دي زاتولي، يعني درنا دورات تحسيسيه، دي كونسلتاسيون غراتوي مع فريق الامراض الاستقلاليه ميتابوليك تيم من واشنطن، وجبنا اوتوفونيست بسيكو بيداغوغ، درنا اتولي ديال دي جو بوغ لي زونفون باش نحسوهم بان ماشي هما وحدهم ياكلوا هذا الاكل سبيسيال، لان كاينين هناك اطفال، باش ندعموا الامه ديالهم حتى جدا. ومن ثم باش نوصلوا رساله للسيد الوزير وجلاله الملك محمد السادس من اجل التدخل السريع من اجل انقاذ هذا الاطفال، لان انقاذ الطفل هذا دور ديال الدوله. بيان سور حنا كمجتمع كنحاولوا، ولكن هذا الدوام سوق تاعها ريجيم ابي، فتنتمناو تدخل سريع للدوله، لان بصراحه المسؤوليه كبرات، العدد اطفال تيكبر والمحسنين بيان سور قلال. وكنوجه رساله للسيد محسن الدار البيضاء اللي تدعمنا، كما قلت لك ما عندناش محسنين كثار، العدد كثير، احماض امينيه يعني في امريكا الحمد لله ثمن مناسب مقارنه مع ثمن في اوروبا، ولكن يعني 40 دولار علبه، وكل طفل خاصو 9 علب في الشهر، يعني ان سيتان بيجي. بالنسبه للمأكولات حنا معترفين بها في امريكا، يعني هادشي اللي كنعرفو بانهم عندهم واحد النظام غذائي خاص، نظام غذائي خاص خاصهم مأكولات طبيه، منها شعريه والروز، كلشي اكل طبي خالي من الماده السامه اللي تجي تعرف في لالالين. وهاد المواد ما كيتباعوش في المحلات التجاريه، يعني كيتباعو بوصفه طبيه، الا ما كانش وصفه طبيه انا ما تنقدرش نشري الماكله، يعني ضروري خاص الاكل
الطبي زائد احمر الامينه. للاسف احنا هنا مازال ما عرفوش كيفاش يدخلوهم كمواد طبيه، يعني تقول لك هذا مكمل غذائي، هذا علاش ما غاديش يدخل في لا ليست ديال المرضي كرونيك. كما سمعنا استاذه بان الترطات تاعهم عندهم حليب ديالهم خاص بياسو، من الحويله لا كيتحرموا يعني حليب الام كيتعطى بحساب. هذا دابا الام يلاه كتولي تبيله ما خصكيش تعطي ولا ثلاثه سوايع الضاعه بيتو حليب طبيعي، وثلاثه سوايع خاصها الضاعه من هذا الحليب الاصطناعي، من هذا الحليب خالي من ماده الفينيلالان، لان سينو الخلايا الدماغ كتخرب. يعني الا بغيتي الطفل يكون طبيعي، الحمد لله بعد الابحاث لان دائما كاين تجديد في الصحه، فكيعطيونا حنا كبارون كنديرو دورات تدريبيه حتى تقول لي طبيبه بنتي نتي طبيبه بنتك، يعني ضروري حنا كنديرو لي فورماسيون، وهاد فورماسيون انا تنشاركها مع امهات المغرب باش ديما تكون عندهم ابديت، يكون عندهم يعني واخا استاذ هذا خرج على الاطار. كيفاش جاتك الفكره تاع تمتي بهذا المرض؟ كانت الفكرة يعني الوقت اللي عرفت بأن بنتي فيها المرض استغربت، وأنا والزوج ديالي بصراحة وعدنا نفسنا فلقينا هاد الأطفال بحاجة ماسة إلى المساعدة. قال لي أنا عمري ما نوقفك ديري الخير، وفضل ترجع لله سبحانه وتعالى وترجع ليه لأن تدعمني بزاف. ومسكين جات في الوقيتة ديال كورونا، إلا دار دي فيديو لي بارون هو اللي تيوريهم كيفاش يعملوا، لان كلشي كيتفاهم بالعبار، الجزر بالعبار، القرعه بالعبار، البطاطس بالعبار، فهو بدا كيدير لهم فيديو، بدا تيقرا على المرض اكثر، يعني باش يوصل الرساله، لان ما كاينش هاد لا سبيسياليتي في المغرب. فبفضل هاد الاجتهاد اللي اجتهد هو الوليد تحسنت صحتهم، كان عندهم اعاقه، ولاو كيتمشاو، ولاو تيهضروا، الحمد لله دابا راه في المدرسه. الحمد لله. شكرا لكم استاذه، الى هنا متفقين، نلقاكم في بث مباشر اخر، انتم في رعايه الله والى اللقاء.